السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم التربية الإسلامية للصف السادس ابتدائي. وصلنا إلى الدرس الخامس من الآداب الإسلامية، الحياء والحشمة والحجاب في عامها العاشر، صفحة 71. راح نقرأ الدرس ونحل المناقشة. جلست الصديقتان زينب وشمس في حديقة بيت شمس في يوم من أيام الربيع، حيث البلابل تغرد وتعزف لحنا جميلا وهي تسبح لخالقها، وكأن الطبيعة تحتفل مع شمس بعامها العاشر، إذ قد اكتملت 9 سنوات من عمرها. لقد كانت الشمس متشوقة لاستلام هديتها الصغيرة التي وعدتها أمها بها في الليلة الماضية. أم الشمس وعدت شمس بهدية عندما اكتملت 9 سنوات، يعني دخلت في عامها العاشر، يعني في السنة العاشرة من عمرها. لقد بقيت شمس تفكر وتسأل نفسها عن الهدية التي سترافقها طوال عمرها، مثلما قالت الأم، يعني الأم قالت لشمس أنه راح نعطيك هدية راح ترافقك طول حياتك. ثم نهض الشمس على صوت أمها وهي تناديها: هيا يا شمس، تعالي لتأخذي هديتك. شمس: حاضر أمي. الأم: حبيبتي الغالية، جعل الله أيامك نورا وإيمانا. شمس: شكرا لك أمي، والآن أين هديتي؟ فأنا في شوق لرؤيتها. الأم: تفضلي بنيتي. أخذ الشمس الهدية بلهفة وشوق مع قبلة دافئة لأمها الحنون. لقد كانت الهدية حجابا، إنه وشاح جميل للرأس وهو عنوان العفة والحياء. لقد كانت هدية الشمس هي حجاب، الحجاب هو وشاح جميل للرأس، يعني هو غطاء للرأس وهو عنوان العفة والحياء. فوجئت شمس واستغربت وبدأ ذلك على وجهها، ثم استفسرت قائلة: الآن يا أمي أما زلت صغيرة؟ يعني الآن أنا أرتدي الحجاب أما زلت صغيرة؟ أمسكت الأم بيد الشمس وجلستها إلى جانبها، ثم قالت لها: حبيبتي، اليوم أصبحت مكلفة شرعا بتأدية العبادات من صلاة وصوم وسائر العبادات الأخرى. يعني شنو مكلفة شرعا؟ يعني البنت عندما تكتمل 9 سنوات تكون مكلفة شرعا. يعني شنو مكلفة شرعا؟ يعني العبادات تكون واجبة عليها، من صلاة من صوم وسائر العبادات تكون واجبة، يعني يجب أن تؤدي هذه العبادات عندما تكتمل 9 سنوات، هذا المقصود بالمكلفة شرعا. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بالحشمة وارتداء الحجاب حفاظا عليها من كل سوء. لماذا فرض الله سبحانه وتعالى الحجاب على المرأة حفاظا عليها من كل سوء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. تعلمين يا عزيزتي شمس إن المؤمنين إذا أمرهم الله أمرا فعليهم الطاعة. يا ابنتي الغالية، أنت كنز أريد أن أحافظ عليك من المحرمات وأصون جمالك بالحجاب. إذا الحجاب هو صون للمرأة وحفاظ عليها من المحرمات. فإليك هذا المثال: عندما نذهب إلى السوق، أي الأشياء يوضع خلف الواجهات الجميلة ولا تمسه الأيدي؟ يعني في السوق أي الأشياء تكون بالواجهات ولا تمسه الأيدي؟ شم أنه الذهب والماس وكل ثمين، كل أشياء ثمينة، يعني راح يخلوها في مكان، يحفظوها في مكان تكون بعيدة عن متناول اليد. الأم: فهل تعلمين لماذا؟ لماذا يضعون هذه الأشياء الثمينة في خلف الواجهات الجميلة ولا تمسه الأيدي؟ لماذا؟ شمس: لأنه غالي الثمن ويجب الحفاظ عليه. الأم: وأنت كذلك غالية وأريد الحفاظ عليك من المحرمات، وفي الحجاب ستر وعفة وحياء، وأريدك أن تقتدي بنساء الجنة كالزهراء عليها السلام وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. إذن علينا أن نقتدي بنساء الجنة مثل السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. قالت شمس بنفس راضية ووجه ضاحك سعيد: أنا أحب أن أكون كنزا ثمينا يحافظ عليه
وأن أقتدي بالزهراء عليها السلام وبأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، والآن ساعديني أمي على ارتدائه. حينها سألت زينب خالتي، زينب هي صديقة شمس، خالتي ومن تكون الزهراء التي تتحدثين عن عفتها وحيائها؟ أم شمس ابنة العزيزة، الزهراء عليها السلام هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام أحب الخلق إليه، وأمها خديجة الكبرى عليها السلام اتصفت بالخلق والإيمان العظيم. فاطمة الزهراء عليها السلام اتصفت بالخلق والإيمان العظيم، ولقبت بالصديقة الطاهرة والزهراء. أما عن خجلها وحيائها فسأروي لك هذه الحادثة. استأذن رجل أعمى في الدخول إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت سيدتنا موجودة، فأسرعت واختبأت واحتجبت عنه. فلما ذهب الرجل سألها رسول الله ليمتحنها: بنيتي لماذا احتجبت عنه وهو أعمى؟ يعني هو الرجل كان أعمى ما يشوف، لكن فاطمة الزهراء عليه السلام اختبأت واحتجبت عنه. فقالت: يا رسول الله كي لا أراه. فأجابها رسول الله ليمتحنها: إنه أعمى، لكن هن إنه أعمى. فقالت عليها السلام: إن كان لا يراني فأنا أراه. يعني حتى لو كان هو ما يشوفني لأن أعمى فأنا أراه. فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: أنت حقا بضعة مني، فهل رأيت بنيتي امرأة بمثل هذا الحياء؟ يعني هنا أم شمس تتكلم مع شمس ومع زينب عن هذه القصة، قصة فاطمة الزهراء عليه السلام، وتقول لها: هل رأيت بنيتي امرأة بمثل هذا الحياء؟ يعني هذا الحياء اللي تتصف به السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. زينب: لا والله، شكرا لك يا خالتي على هذه المعلومات، وسأطلب من أمي أن تشتري لي حجابا مثل حجاب الشمس لأكون كنزا مصانا وأحظى برضا الله ورسوله. أم شمس: بوركت بنيتي، فأنت نعم الصديقة لابنتي. شمس: شكرا لك يا أمي على هديتك وعلى هذه المعلومات النافعة. الأم: بكل سرور بنيتي، فمن واجبي أن أخبرك عن تعاليم ديننا الحنيف، واعلمي أن الحجاب هو ستر لكل الجسد، فلا نرتدي الملابس الضيقة والشفافة والملابس الشبيهة بملابس الرجال، وليس هو بغطاء الرأس فقط. يعني الحجاب هو ليس فقط هو غطاء للرأس، الحجاب هو يفرض علينا الابتعاد عن كل عمل مكروه وقبيح. نحل المناقشة صفحة 74. السؤال الأول: كم كان عمر سارة عندما أصبحت مكلفة شرعا؟ الجواب: اكتملت 9 سنوات، أي في عامها العاشر. السؤال الثاني: ما الهدية التي سترافق شمس طيلة حياتها؟ الجواب: الحجاب. السؤال الثالث: أي الأشياء يوضع خلف الواجهات الجميلة؟ الجواب: الذهب والألماس وكل ثمين. السؤال الرابع: ما الهدية التي انتظرتها شمس؟ الجواب: الحجاب. السؤال الخامس: بأي شخصية اقتدت شمس وصديقتها زينب؟ الجواب: السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال السادس: ما قصة الرجل الأعمى؟ الجواب: رجل أعمى استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للدخول إلى بيته، وكانت السيدة الزهراء موجودة فاختبأت واحتجبت عنه. فلما ذهب الرجل سألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليمتحنها: لماذا احتجبت عنه وهو أعمى؟ فقالت عليها السلام: إن كان لا يراني فأنا أراه. السؤال السابع: ما الذي قررته زينب عندما سمعت قصة الرجل الأعمى والحوار الذي دار بين شمس وأمها؟ الجواب: قالت إنها ستطلب من أمها أن تشتري لها حجابا لتحظي برضا الله تعالى. السؤال الثامن: هل الحجاب غطاء للرأس فقط؟ الجواب: كلا، إن الحجاب ستر لكل الجسد، فلا نرتدي الملابس الشبيهة بملابس الرجال. السؤال التاسع: ما فوائد الحجاب؟ الجواب: الابتعاد عن كل عمل منكر وقبيح، إن الحجاب راح يصون المرأة عن كل عمل منكر وقبيح. وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.